أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس عن إجهاض عملية لتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن 8 أطنان و112 كيلوغرام من مخدر الشيرة، وذلك عبر ميناء أسفي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية مكنت من ضبط هذه الشحنة من المخدرات المكونة من نحو 200 رزمة معدة لتهريب الدولي عبر المسالك البحرية معبأة على متن شاحنة لنقل البضائع ومرقمة بالمغرب، جرى ضبطها مباشرة بعد ولوجها من أسفي الأطلسي، بالإضافة إلى توقيف 21 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي الخاص بتهريب الدولي للمخدرات.